أنا محمد باشر مصمم تعليمي ومؤسس في أحد مساحات التعليم الحر. خلونا نبدأ بإن إحنا نتفرج على الفيديو ده. يلا. حلو قوي، ده فيديو بيوضح النماذج الأولى لتصنيع الموبايل اللي حصلت من 150 سنة، وبعد 150 سنة بقت كده، السمارت فون اللي معانا كلنا، دي هي العربية اللي كانت النموذج الأول للتصنيع من 150 سنة، ودلوقتي بقت كده، حلو. ده فصل تعليمي زي اغلب الفصول الموجوده حاليا، ده من 100 سنه، وبعد 100 سنه بقت كده مفاجاه، يعني مفيش حاجه اتغيرت في الصوره الا ان الصوره بقت ابيض بدل ابيض واسود بقت الوان. حلو، ايه اللي اتغير؟ مفيش حاجه، الاولاد لسه مصفوفين زي ما هم، لسه المدرس هو المصدر الاساسي للمعلومه، لسه الاولاد معاها الكتاب اللي بتاخد من اللي بتاخد فيه كل حاجه عشان الامتحان وتدخل فيه وتجيب الدرجات. ده المدرسه، النظام التعليمي اللي بيدخله ملايين الطلاب كل سنه، ملايين الطلاب المختلفين باحلامهم وطموحاتهم بشغفهم بأملهم في بكره بخلفياتهم الثقافيه والاجتماعيه، كل ده النظام عايزهم يتساووا مع بعض ويبقوا في سباق. السباق والاول بالنسبه للنظام ده هو اللي بيجيب اعلى درجه فيه، واعلى درجه هي اللي بتحدد الاول، فبالتالي كلنا هنقف في صف واحد ونجري. طيب انا جريت، كلنا مع بعض، بس انا مش بحب الجري على فكره. طيب انت عايز تعمل ايه؟ عايز ارسم؟ لا للاسف هتجري. أنا عايز ألعب مزيكا، لا، النظام بيقول لك هتجري. أنا عايز أطير دلوقتي، النظام عايزك تجري. تجري عشان تجيب أعلى درجة، عشان باباك ومامتك، عشان المجتمع نفسه هو شايف إن الموديل الأساسي اللي أنت تقدر تكون فيه إن أنت الأول في النظام ده. طيب، حلو. ده لو جينا نشوف على أي فصل تعليمي أو أي مكان، كل واحد فيه شغفه وحلمه وطموحاته واحلامه اللي موجوده عليه. بس ثواني، لو عندنا سباق ما بين قرد وفيل وسمكه وزرافه، السباق كان هدفه ان اللي هيطلع ويتسلق النخله الاول هو اللي هيكسب. تفتكروا مين هيكسب؟ القرد. القرد هيكسب عشان طبيعته كده. بس انت حكمت على السمكه ان هي ما طلعتش الشجره في الاول وخسرت، فهي كده ما تنفعش بالنسبه للنظام عشان ما جابتش اعلى درجه فيه، مع انها اصلا مش مفروض تتسلق الشجره. فلده وجدنا حاجه اسمها التعليم الحر. فكره التعليم الحر هي قائمه بالاساس على الطفل، ان هي بتدي للاولاد القدره على تصميم النموذج التعليمي اللي بيحلموا بيه. خلونا نفترض مثال، كلنا مع الشر يعني تعبنا ورحنا لدكتور، فكلنا موجودين في العياده، فبعد اليوم الدكتور كتب لكل العيانين اللي راحوا في العياده نفس العلاج. تفتكروا حد فينا هيخف؟ اثنين ثلاثه اربعه، بس مش الميه. التعليم هو علاج، علاج بنشوف بيه المستقبل، بس لو وجدنا ان العلاج ده هو اللي هنعالج بيه ملايين الطلاب مش هيبقى نافع، والعلاج ده مش هيكون كويس بالنسبه ليهم كلهم. فلده وجدنا حاجه اسمها التعليم الحر. مساحه التعليم الحر هي مساحه قائمه بالاساس على الطفل، على انه يتخيل، على انه يصمم الفرصه التعليميه، على انه يشوف الشغف بتاعه، وشغفه ده
اللي بيحدد من خلاله كل حاجه موجوده في الحياه هو عايز يعملها في النموذج التعليمي ده. خليني اضرب لكم مثال عشان تعرفوا احنا بنتكلم على ايه. ده علي. علي عنده 6 سنين. قعدت مع علي فبتكلم معاه. بقول له علي انت بتحب ايه؟ قال لي بحب الطبخ جدا. قلت له قلت له يعني عايز تعمل ايه؟ انا عايز اطبخ. عايز اطبخ واتعلم كل حاجه في الطبخ. قلت له حلو قوي يا علي. ازاي؟ من خلال شغف علي نقدر نطلع فرصه تعليميه. الفرصه التعليميه دي تخدم شغفه وتخدم كمان الحاجه اللي عايز يتعلمها. فعلي ما كانش بيعرف يقرا ويكتب. عملنا ايه؟ طبعنا قائمات الطعام الموجوده على الانترنت. القائمه بتاعت الطعام دي كان موجود فيها ايه؟ كان موجود فيها كلمه تفاح. فعلي عرف ان الشكل ده بالكلمه دي اسمها تفاح مكونه من 4 حروف والمرادف بتاعها بالانجلش هو الابل. حلو قوي يا علي. طيب اتعلمنا بس قراءه وكتابه مع علي؟ لا. الطبخه محتاجه 40 دقيقه علشان تخلص. فعلي يعرف ان في حاجه اسمها 40 دقيقه، بيعرف حاجه فيها اسمها ساعه وحاجه اسمها ثواني. فتعلمنا الساعه وتعلمنا طرق الحساب المختلفه للساعه. علي عرف ده بس؟ لا. عرف كمان انه في كائنات بتاكل خضروات وفي كائنات تانيه بتاكل لحم، واحنا كبني ادمين نقدر ناكل الاثنين علشان الطبيعه البيولوجيه اللي فينا علشان خصائصنا. علي عرف ده بس؟ لا. عرف كمان حاجة. الطبخة وهي بتتعمل هتحتاج نار. والنار دي هي طاقة. فعارف هي إيه أشكال الطاقة وفي حاجة اسمها طاقة أصلاً والطاقة إزاي بتتنقل من حاجة لحاجة. هو ده النموذج التعليمي اللي إحنا بنحلم بيه. النموذج التعليمي اللي بيدي كل فرد فيه حقه في التصميم، حقه في إعطائه الفرصة إنه يقدر يصمم النموذج الخاص بيه من خلال شغفه. علي خد شهاده سيرتيفيكت ان هو طلع في ان هو خد طلع كامل كورس اونلاين بروجرامنج وهو عنده 6 سنين. اوكي. ده الاداه بتاعتنا. الاداه بتاعتنا للتصميم. التعليم الحر زي ما بنتكلم ان هو تعليم قائم بالاساس على التصميم على 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 الفرديه من الاولاد، ان كل واحد بيختار هو عايز يعمل ايه في النظام بتاعه. فكل واحد عنده الجدول بتاعه اللي بيحط فيه الخطط بتاعته. الخطط دي يومية وأسبوعية وشهرية. الخطط دي الأولاد بيتعلموا فيها مهارة التخطيط. ومش بس كده، بعد اليوم ما بيخلص وبعد الأسبوع ما بيخلص وبعد الشهر ما بيخلص، الأولاد بيكون عندها التول اللي تقدر تقيم بيه اليوم بتاعها كان عامل إزاي، الفرصة التعليمية اللي كانت موجودة فيها كانت عاملة إزاي. زي ما بنتكلم إن التعليم الحر هو المساحة، الفضاء اللي الأولاد تقدر تمارس فيه كل حاجة هي عايزاها في الوقت ده. وفكرة التعليم الحر هي قائمة بالأساس على الأدوات. الأدوات اللي أنتم شايفينها دي، النظام والإعلانات وقابلني، إن كل فرد في المساحة عنده الفرصة إنه يعمل معاد، يقابل فيه أحد الفاسيليتيتورز الموجودين ويعمل إعلان إن أنا يوم الإثنين الجاي أنا عندي رحلة لجنينة الحيوانات. وفكره ايه النظام اللي احنا دلوقتي بنلعب بنعمل، بيكون اي حاجه موجوده في الادوات اللي بنستخدمها. ولان مساحه التعليم الحر هي مساحه تشاركيه ما بيننا كلنا، فالقواعد لازم تكون طبعا مننا كلنا. ما نقدرش نلزم اولاد بقواعد هم اصلا مش مؤمنين بيها. ان اللي نظام التعليم بيعمله بيقصر فقط العلم وفكره التعلم على المدرسه. فيبقى ان الولد يروح يعمل الهوم وورك بتاعه في البيت فكره صعبه ليه؟ لانه مش شايف انه التعليم او التعلم له مكان تاني غير البيت. لا، احنا في التعليم الحر بنخلي الادوات تؤمن ان هما في بيئه تشاركيه. البيئه دي هما اللي بيحطوا فيها القواعد بتاعتها، هما اللي بيحطوا الميزانيه. انا لما اتعينت في المساحه واشتغلت في المساحه كان اول حاجه بعملها ان انا رحت جربت مع الاولاد يوم. اليوم الثاني بناخد راي الاولاد فيه. انتوا موافقين ان الفاسيليتيتور او الشخص الميسر ده حابين يكمل معايا ولا لا؟ يقول حابب يكمل. لانه هو بالاساس المستفيد الاساسي منه. لو انت رايح تشتري من حاجه من البقاله وانت اصلا مش عايز الحاجه دي فانت ليه تشتريها؟ ده اللي احنا بنعمله في المساحه. وكمان الاولاد هم اللي بيحطوا الميزانيه بتاعت المكان.
فميزانيه المكان هي ميزانيه تشاركيه ما بيننا كلنا، ان الاولاد بتختار هم عايزين يعملوا ايه ويحطوا ايه ويشتروا ايه. ده يوم بسيط من ايام التعليم بتاعتنا، بنجتمع الصبح عشان نحط النوايا بتاعتنا. حابب بس ابسط لكم شكل النظام اللي احنا بنتكلم عليه. شكل النظام هو بيقدم اربع فرص اساسيه للتعلم. اول فرصه هي الفرص القائمه على شغف الاولاد، ان الولد بنقعد معاه بنشوف هو حابب ايه، حابب يشتغل في ايه، حابب يعمل ايه. فاولاد حابه مثلا تشتغل في الانجينيرنج، حابين يشتغلوا يتعلموا جيوغرافي، حابين يعملوا يرسموا، حابين يلعبوا. ده كله ازاي بنبلوره في شغف زي علي ونماذج كتير جدا من الاولاد عندنا. فبنقعد، ده اول نوع من الفرص اللي احنا بنقدمها. النوع التاني من الفرص اللي احنا بنقدمها وهي الكورسات. في ولد عايز يشتغل بروجرامينج زي كتير جدا من الاولاد عندنا، فبنوفر له كورس عشان الولد يتعلم فيه. مش بس كورسات البروجرامينج وكده، واحنا كمان بنعمل لهم كورسات في بناء الشخصيه والشطرنج. الاولاد عندنا بيحبوا الشطرنج جدا، فهم عايزين ياخدوا كورس في الشطرنج. النوع التالت من الفرص هي البير ليرنينج، ان الاولاد نفسهم بيعلموا بعض. احنا عندنا 11 طفل في المساحه. المساحه عندنا اعمار من 7 لحد 12 سنه. فازاي اللي عنده 12 سنه يقدر يعلم اللي عنده 6 سنين؟ مش بس التعليم مقتصر على المدرس الموجود في الفصل او الميسر الموجود في المساحه، لا. التعليم بيتم بصوره اسهل بكتير ما بين الاشخاص اللي في نفس السن وفي نفس العمر. ده فرصه تعليميه الاولاد كانت موجوده في المساحه، كان عندنا دولاب فرع دولاب، وكان عندنا استكس موجوده. ازاي الاولاد خدوا ده وصمموا بيها الشكل ده علشان البليه تنزل وتمشي في المسار بتاعها. ده نوع من الفرص. ده هو ده شكل الفرصه اللي احنا بنقدمها. الاولاد بيرسموا، بس في اولاد تانيين قاعدين بيركبوا سرير ورا وبيعملوا نجاره. ازاي يكون في المساحه نفسها حريه في التعلم؟ ازاي الناس اللي بترسم مندله وبتلونها يكون في ناس جنبهم تانيين بيعملوا حاجه تانيه وهم مش مشتتين بيها؟ ده معانا كوبايات، كوبايات موجوده في المطبخ. ازاي نعلم جنى ان هي تبني الهرم ده؟ ازاي نعرفها ايه القوه المؤثره على الهرم؟ لو في حاجه وقعت من الجنب هل الهرم كله هيقع ولا لا؟ فجنى بتاخد فرصه تعليميه في بناء الكوبايات، تعمل بيها البرج بتاعها. ده فرصه تعليميه عن ان احنا بنبني كوبري. كان عندنا اولاد مهتمين جدا بالهندسه، فاهتمامهم بالهندسه عايزين نعمل كوبري، يلا نعمل كوبري. كل واحد اخذ مسدس الشمع وخد الاستكس عشان نبني كوبري. مش بس كده، كلهم عملوا ريسيرش عن فكره الكوبري وايه هي القوه المؤثره على الكوبري اصلا عشان يتبني، والكوبري ده ايه الحاجات اللي تلزمه، وايه هي المواد اللي بتصنع منها الكوبري. فيطلع الشكل ده. كل واحد بياخد الحاجه. كمان مش بنعمل الحاجات الكرافتس وكده وان احنا بنشرح النظريه العلميه، لكن الاولاد عندها فرصه ان هي تبدع وتلون الكوبري على مزاجها، تعمل كوبري بدورين وكل حاجه، يعني مش مشكله. ده نوع من الفرصه التعليميه ان احنا بنوفرها للاولاد. الاولاد نفسهم هم اللي بيديزاينوا معانا الفرصه دي بتبقى شكلها عامل ازاي. ده طارق وتيكو احد الاولاد الموجودين عندنا في المساحه، اللي هم بشكل اساسي مهتمين جدا بالبروجرامينج، فهم دخلوا في تشالنج مع بعض. كل واحد فيهم بيبني الستيب على الخطوه الثانيه، فهم بيشتغلوا بسكراتش. سكراتش هي عباره عن بلوكس، فكل واحد بيحط بلوك والتاني بيكمل عليه، التالت بيكمل وهو ويرجع تاني يعيدوا نفس الدوره. فازاي من خلال ده يخلقوا فرصه للتعاون مش للفرديه، اللي النظام التعليمي التقليدي بيخلقه انه بيخلي الاولاد تنافس، مش بيعلمهم ابدا يشتغلوا في مجموعه، لان المجموعه بالنسبه لهم على حاجه. انا ليه اشتغل في مجموعه لما انا ممكن اشتغل لوحدي واطلع الاول؟ هو ده اللي النظام التعليمي التقليدي بيخلقه. التعليم الحر هو بيخلق المساحه ان الاولاد كلها تقدر تتشارك المعلومات مع بعض. ده فرصه في الشطرنج. جانا حلق وطارق وتيكو بنلعب شطرنج مع بعض. كنا عاملين تيم، هو انا فشلت في الشطرنج هم كسبوني مفيش مشكله، بس يعني ده كانت فرصه تعليميه كانت موجوده في المساحه عندنا. ده
ده هو اللي احنا بنحلم بيه في المساحه بتاعتنا، ان يكون في محمد واقف بيعلم حل وتيجوا عن الفضاء، عن النظام الشمسي، عن المجره بتاعتنا. وانا كنت موجود في الفرصه دي ان انا بتعلم من محمد اللي عنده 7 سنين، اللي هو حضر السيشن دي لوحده، عمل سيرش عنها وقال انا هدي الفرصه التعليميه دي. متخيلين محمد لما يبقى عنده 20 سنة ويقف مكاني هنا هيعرف يتكلم ولا لا؟ ده الأولاد كانوا عندنا عايزين يعملوا جيم. عارفين انتوا البنك، اللصوص بتاع البنك لما ييجوا يسرقوا البنك وكده، اللي هي خيوط الليزر وكده. الأولاد مش عايزين يسرقوا بنك ولا حاجة، هما كانوا عايزين يعملوا اللعبة ويحطوا بوكس في النص يعملوا بيه الحاجة بتاعتهم. فإحنا في البداية بنقيس الغرفة بتاعتنا، فكل واحد أخذ شريط قياس في مجموعة يعملوا ده، فتعلموا إنه في حاجة اسمها متر وفي حاجة اسمها سنتيمتر، ويتعلموا إن المتر ده 100 سنتيمتر، ويتعلموا إن في 200 متر وهي المضاعف بتاع 100. ده كل فرصة تعليمية بنقدر نخلقها من شغف الأولاد. نور الدين. نور الدين كان أول لقاء ليا معاه. كنت بتكلم معاه وبقول له نور الدين انت عايز تكون ايه؟ قال لي انا عايز اكون بالنتولوجيست. عارفين يعني ايه بالنتولوجيست؟ لا ولا انا. فاقول لك قال لي نور الدين ما كنتش اعرف يعني ايه بالنتولوجيست. بعدين بساله يعني ايه؟ قال لي يعني عارف حفريات وديناصورات. قلت له اه حلو قوي. ففي يوم احنا قاعدين في المساحه الساعه 6 مساء بكلم نور الدين، بتشيك على فيسبوك وبكلم نور الدين، بقول له نور الدين بسرعه لقوا ديناصور جديد سموه المنصوره سورس في مصر. قال لي اه. قال لي هما قالوا عمره كام سنه؟ قلت له هما بيقولوا من 60 ل 80 مليون سنه. قال لي يعني العصر الطباشيري. قلت له العصر الطباشيري بالظبط. ما كنتش اعرف عليه عصر طباشيري اصلا لما كان نور الدين بيتكلم عليها. ده هو شغفه، شغفه انه يتعلم عن الديناصورات، شغفه انه يعرف حاجه كل حاجه عنها. ده ماريه. ماريه عندها 12 سنه. حلمها ايه؟ تدخل الجامعه وهي عندها 15 سنه. بنعمل ايه احنا مع ماريه؟ اللي بنعمله مع ماريه ان احنا بنجيب المناهج اللي تقدر تاهلها ان هي تمتحن شهاده دوليه بره مصر طبعا لان ما ينفعش في مصر. وتقدر تاخد السيرتيفيكت بتاعها من بره عشان تقدر تدخل الجامعه. فاحنا بنعمل مع ماريه بنجيب لها المناهج بتاعه بره وبنبسطها لها باسلوب تفاعلي معاها، ان هي كمان مشاركه في التصميم العمليه التعليميه الخاصه بيها. فماريه هي بتحجز مواعيد معانا. انا عايزه محمد باشر يجي لي الساعه 1 علشان هنشرح فيزيكس مع بعض. مش كمان بس كده، هنشرح ايه في الفيزيكس؟ فاحنا هنشرح قانون نيوتن الثالث. فانا محمد باشا بيحضر الحاجات اللي يقدر يعملها مع ماريه الساعه 1 عن قانون نيوتن الثالث. ده اللي احنا بنخلقه في المساحه. احنا بنخلقه في المساحه ان الاولاد نفسها تقدر تصمم وتاخد الفرصه ان هي تخلق نظام التعليم الخاص بيها. وحقيقه اللي بنعمله مع الاولاد، اللي بنديهم الحريه، اللي ناس كتير معتقده ان انت لما تدي الطفل حريه ان هو مش هيعمل اي حاجه، مش هيكون في اي حاجه هتطلع من الحاجه دي. لا، اللي احنا بنعمله مع الاولاد ان احنا مش بندي لهم المعلومات او المعرفه، مش بندي لهم السمك، احنا بندي لهم الصناره اللي يقدر يصطاد بيها السمك. مش بس كده، هنخليه يصنع مصنع يطلع صنار سنانير عشان الاولاد التانيين تصطاد بيها. فده اللي احنا بنعمله في المساحه بتاعتنا. ده كان يوم تعليمي في المساحه. الاولاد خدوا الالوان وراحوا رسموا على الحيطه دي، وكانت الجمله اللي موجوده زي ما انتم شايفينها دي ان انا سعيد جدا علشان انت في حياتي. اللي احنا حاليا بنعمله مع الاولاد او النظام التقليدي بيعمله مع الاولاد ان هو بيعد ما يفعله النظام التقليدي انه يعد للمستقبل بمعرفه الماضي. اما نحن فنعطي الاولاد الادوات التي يستطيعون بها معرفه المستقبل. شكرا.